رحب بالشيخ علي اليونس الجرعان عضو الأمانة العامة لمجلس قبائل سوريا، مرحبا بك. ونود السؤال الأول، يعني نسأل عن الهدف من هذا المؤتمر الذي يجتمع فيه قبائل سوريا. نعم، حياك الله أخي العزيز، أنت والقناة الفضائية. نحن الهدف من هذا المؤتمر وهذا المجلس هو توحيد صفوف المعارضة ولم الشمل للقضاء على هذا النظام الإجرامي الذي استهدف أهلنا بكل ما تعنيه الكلمة من انتهاك الأعراض وقتل الأنفس والتشريد والدمار الشامل الذي عم سوريا. فنحن من هذا المكان نعلن المؤتمر العام لمجلس قبائل سوريا لتوحيد مثل ما قلنا صفوف المعارضة وللعمل على إمداد الداخل بالمال والسلاح ودعم بكل ما تعني الكلمة لأبنائنا في الداخل للخلاص من هذا النظام البائد، النظام الطاغية، نظام البعث الذي استحل البلاد منذ 50 عاما، ونحن في كبت وظلم واستعباد إلى يومنا هذا بعد ما لم نجد العون من أحد من الدول العربية أو الدول العالمية أو القوى العالمية، فتخلى عنا كل العالم. ذكركم يعني يقول المحللون السياسيون أن هناك بعض أن الثورة السورية تقف ليس ضد نظام واحد بل ضد عدد الدول تساند هذا النظام الهالك. ما حد أن هذه الدول أو المنظمات أو الحركات التي تدعم هذا النظام السوري؟ أخي العزيز، النظام العالمي واضح والذي يدعم النظام البائد هذا واضح، فعندنا إيران وروسيا ومنظمات مثل حزب اللات وحزب الشيطان مما يدعمون هذا النظام اللي ونظام المالكي في بغداد زين لتثبيت دعائم الطائفية عندهم لضعف ما في نفوسهم لتثبيت أنفسهم في المنطقة على أنهم هم المظلومين ونحن الظلام، وهذا نظرتهم الشوفينية منذ الأزل. كيف يتم يعني دعم المجلس الوطني يعني عن طريق الثورة، يعني كيف يتم دعمكم؟ يعني هذا تنسيق مع القوة في الداخل، سنبذل الجهود والتنسيق معها والتواصل معها وتوفير لهم المال والسلاح زين وتوفير لهم كل وسائل الخلاص من هذا النظام. طيب، بعض الآراء تقول أنه يكفي أن تكون هناك ثورة سلمية كي يعني يكتب لها النجاح، كيف تردون على هذه المسألة؟ أخي العزيز، نحن في البداية ثورة سلمية إلى أشهر معدودة ومعروفة، ومتى بلشت الثورة في استخدام السلاح معروف لجميع الناس. النظام هو الذي أجبرنا باستخدام السلاح، النظام هو اللي أجبرنا أن نقاتله بالسلاح، النظام هو أجبرنا أن ندافع عن أنفسنا وعن أعراضنا وعن دمائنا بالسلاح. هل من رسالة توجهها للنظام السوري؟ النظام السوري أنا أوجه رسالة له باسم مجلس عشائر سوريا وقبائل سوريا أنه هذا النظام زائل، مجرد أنهم يعدون أيام زين، فمهما قتلوا ومهما استخدموا من وسائل العنف والقتل والدمار هذا لا يفيدهم، لأن الشعب مشى خطوات لا يمكن أن يتراجع عنها. نريد توجيه رسالة إلى الشباب المصري في مصر عندنا. الشباب المصري، أول شيء نحن نهنئهم بالخلاص من الطاغية ونهنئهم بالخلاص من النظام البائد، ونتمنى لهم الموفقية والنجاح بلم الصدع ولم الشمل لمصر العروبة، مصر الإسلام، مصر أم الدنيا، لتكون القوة الداعمة للعرب والمسلمين. نشكر الشيخ علي اليونس الجرعان عضو الأمانة العامة لمجلس قضاء سوريا. شكرا لك، الله يجزاك بالخير.